من واشنطن ينضم إلينا السيد باسم أبو سمية الباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد باسم. ما هي بداية أهم وأبرز التحديات التي سيتعاطى معها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ تحياتي لك أستاذة لينا. الواقع أنه كما هو معروف الموضوع الأهم والأكثر من الأهم هو انعدام الأمن الغذائي والكوارث المناخية. انعدام الأمن الغذائي التي تسببت به أولا جائحة كورونا، وثانيا الحرب في أوكرانيا، وبالتالي أكثر من الحرب في أوكرانيا. أيضا هناك كمان قضية مهمة جدا هي الهجرة الدولية التي تعاظمت في القرن 21 نتيجة الحروب التي شهدتها الكثير من المناطق في العالم. ولذلك يتعين على هذه الجمعية العامة باعتبارها الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات في المنظمة الدولية أن تتخذ قرارات بشأن موضوع الغذاء أساسا وتوفير الغذاء، لأنه جميع التقارير تشير إلى أنه العالم مقبل على أزمة غذائية طاحنة نتيجة توقف سلسلة التوريدات صحيح. والحروب، وبالتالي عليهم آخر. نعم. إذا بدأنا يعني طبعا بالحرب الأوكرانية التي تعتبر على رأس هذه التحديات في هذا الاجتماع، كيف سيتعامل هذا الاجتماع مع هذا التحدي، وما حجم الدعم المتوقع على الصعيد المالي والسياسي والعسكري مع أوكرانيا؟ واضح تماما أنه أولا الولايات المتحدة ستستفيد من غياب روسيا والصين عن هذه الجلسة، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الدعم كما هو معروف سواء على المستوى التسليحي أو على المستوى المساعدات الإنسانية والغذائية لأوكرانيا، وبالتالي لن يكون هناك من يعطل هذه المساعدات، ولن يكون هناك من يحاول أن يأخذ قرار الفيتو. وبالتالي هنا يجري الحديث عن هذه الانقسامات كما جاء في التقرير الذي أدعتموه قبل قليل. الحرب على أوكرانيا أنا أعتقد سوف تؤدي إلى استنزاف الغرب من الناحية الغذائية ومن الناحية التسليحية ومن الناحية العسكرية، في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من النقص الغذائي وكذلك موضوع المالي. وبالتالي عليهم أن يتخذوا قرارات أكثر توازنا وليس انفلاتا من التي تحصل. يعني عمليا هم يريدوا مواجهة روسيا من خلال تسليح أوكرانيا وحشد المزيد الكميات الهائلة من التسليح العسكري التي قد تكون في لحظة من اللحظات على أوكرانيا وعلى المجتمع الدولي أيضا والمجتمع الغربي. وفي يعني صعيد الملف الأمن الغذائي العالمي الذي أشرت إليه أمام هذا التحدي، هل تتوقعون أن يخرج من الجمعية العامة للأمم المتحدة جديد أو توصيات فعالة يمكن العمل بناء عليه لإيجاد حل حقيقي لها؟ يعني هذا ما توقعه العالم، ولكن تحليلي أنا أنه لن يكون هناك أي جديد بمعنى أنه يؤدي إلى التغيير في الوقت الذي تحتدم فيه الأزمة. يعني هناك الكثير مما يحذرون من أنه مرور الأيام بدون اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة وتساعد على إيجاد حلول لن يكون هناك أي مخرج من هذه الأزمة، بل أن الأزمة ستتفاقم. وبالتالي على هذه الجمعية أن تتخذ قرارات فعلا لم يسبق لها مثيل، لأنه كما يقال الأزمة تتطاحن، الأزمة تتصاعد لحظة يوما بعد يوم. وعلى هذه الدول المشاركة في الاجتماع أن تكون على قدر المسؤولية وأن تسعى إلى إنقاذ البشرية، بمعنى أقول أنه إنقاذ البشرية بالمعنى الحرفي، لأنه الأزمة الغذائية الطاحنة حسب تقارير سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي تقول أنه الأزمة الاقتصادية تزداد يوما بعد يوم. وقد صحيح، وهي إحدى تداعيات أيضا سيد باسم هذه الحرب التي ألقت بظلالها من خلال الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الآن العالم. كيف سيتم مواجهة هذا التحدي من خلال هذه الاجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكيف سيتم التعامل معها؟
هذا ما يجب البحث عنه. عليهم ان يعني يرتقوا الى مستوى اتخاذ القرارات وليس يعني توصيف القضايا. الكل يعرف حجم القضايا او الازمات الغذائيه والمناخيه والهجره الدوليه التي تتفاقم كما قلنا، وبالتالي لن تكفي موضوع التوصيف. عليهم اتخاذ القرارات، يعني انه فقط اتخاذ بمعنى يعني أن يكون هناك قرار وأن ترصد له الموازنات الملائمة لكي يتم التمكن من تنفيذ هذه القرارات. لا يكتفوا فقط باتخاذ القرارات والجلوس بانتظار ما سيتم. علي أنا أعتقد أن هناك توجه لأن هناك يكون هناك اتخاذ قرارات والسعي إلى تنفيذها، لأنه المسألة كما قلنا حافلة بالأزمات وحافلة بالخطورة، وعليهم اتخاذ هذه المرة أكثر من المرات القادمة قرارات حاسمة وقرارات تفعيلية. على جدول طبعا وأجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي، وسمعنا دعوات أيضا مؤخرا تطالب بتوسعته. ما جدوى هذه الدعوات بتوسعة وإصلاح مجلس الأمن الدولي؟ يعني المعروف سيدة لينا أنه طالما هناك قضية لم يتم حسمها وتداولها المجتمعون مرة بعد مرة، اجتماعا بعد اجتماع، هذا يعني أنه ليس هناك إمكانية لديهم لحسم هذه المسألة. عليهم التوجه يعني الذهاب باتجاه تفعيل القرارات وتنفيذها. يعني عمليا عندما يأخذ قضية تحويل التعليم إلى حدث رئيسي لهذا العام، هذا صحيح مهم، ولكن التنمية المستدامة أهم، أيضا الأمن الغذائي أهم، هناك ما هو مهم وما هو أهم، وعليهم أن يذهبوا بهذا الاتجاه وليس فقط بمجرد استعراض القضايا. أهمية تفعيل هذه المسائل يعني يتعدى كون البروتوكولات ويتعدى كون الذهاب إلى نيويورك من أجل المشاركة في اجتماعات واللقاءات الجانبية على هامش الاجتماعات الرسمية. عليهم ألا يكتفوا بذلك. أنا أعتقد أنا شخصيا ليس لدي الحلول، ولكني أدعو إلى مثل هذه المسائل التي قد يعني تجنب العالم المزيد من الخسائر والمزيد من الخطورة التي تنتظرنا في المستقبل القادم.